بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction to Ethical Hacker. ده موديول 1 في كورس سي اتش فيرجن 7. معلومه كده برضه يعني اتاكد منها، الكورس كله 19 موديول فيرجن 7 هيكون 30 ساعه ان شاء الله. 30 ساعه. طيب هناخد النهارده Security Overview، الهاكينج كونسبت. انا اعتقد ان الموديول دوت يعني جميل ولذيذ. الهاكينج فيسز المراحل بتاعته، تايب اوف اتاك، الإيثيكال هاكر والفرنابلتس ريسيرش. طيب هنا بيقول لك الداتا اللي متعرضة أكتر للخطر إيه يعني؟ بيقول لك والله أكتر حاجة متعرضة للخطر في الشركات عموما الداتا بنسبة 7% وهكذا. بيقول لك والله البرايمت كارد انفورميشن بتاعتك ده دي بنسبة 83%، الهاكرز يعني بيبقى ده غرضه الأول يعني. طيب وبيقول لك هنا السورس أوف برانش، والله بنسبة الاكسترنال يعني حاجة اوفر وين بالنسبة دي كلها، في الانترنال الجزء الصغير دوت، في البيزنس بارتنر جزء بسيط جدا يعني حاجة في الانترنال، ولا حاجة مثلا في البيزنس تقدر تقول عليها مثلا ايه مش وين انترا وين او انتربرايز لين مثلا، لكن في الاكسترنال طبعا الويب هاكينج شغال زي الفل. طيب الاسينشال ترمينولوجي، والله عندي حاجة اسمها اكسبلويت. الاكسبلويت دوت اللي انت حاجة يعني ايه، انت معاك ثغره معينه خلاص او منفذ معين او حاجه معينه تبدا تهاك بيها، ده مصطلح الاكسبلويت. زيرو دي ده اول لما بيطلع اي فيروس جديد او اي حاجه جديده او اي سويت جديد بيبقى الزيرو دي ده معناه ان لسه ما حدش عرفه، فبالتالي يعني مثلا طلعت فيرنابيلز جديده في ويندوز 7 فبالتالي الناس كلها مثلا بدات تعرفها بس لسه السبورت بتاع مايكروسوفت ما لقالوهاش حل، ولا لسه ما نزلوش سكيورتي باتش ولا اي حاجه، فانت بالتالي اسمها زيرو دي. فتحمي نفسك منها ازاي؟ لازم تبقى تعمل دايما ابديتس والكلام ده كله. طبعا سكيورتي تبقى منزل الباتشز، منزل السكيورتي باتشز، منزل الكلام ده كله بتاع الابديت. وطبعا ده اللي يفرق مايكروسوفت عن يونكس عن لينكس او هكذا. مايكروسوفت ليها تيم سبورت وعلى طول اي حاجه بتحصل بيسندوا مايكروسوفت، فمايكروسوفت بتقوم منزلها على طول الايه السكيورتي باتش او الهوت فيكس. لكن لينكس وكده مفيش سبورت بصراحه، فالموضوع بيبقى صعب شويه. طيب الثريت، مصطلح ثريت دوت اللي هي حاجه تهديد، حاجه تهديديه، فيروس بيهددني، هاكر معين بيهددني، كوارث طبيعيه، دي كل ده من انواع الثريت. تمام، فانا ازاي احمي نفسي منها؟ والله هقول لك حاجه، لو يعني انت في الكورس هتبقى فاهم، فيروس هتحط انتي فيروس مثلا، حد هيهاك عليك هيهاك الشركه بتاعتك فتحط فاير وول قوي، تحط باك تو باك فاير وول، انواع كتير جدا. الفرنابيلتيز ده اللي هي نقطه الضعف اللي في السيستم بتاعك. تمام، ديزلي شالنج يعني هاكوجيت يعني انت تسرق الداتا بيس بتاعت حد معينه او تسرق الكريدنشلز بتاعته او تحط له باك دور معين تبقى تتحكم فيه بعد كده، يعني دي مصطلحات كلها. الحاجات المهمه هنا element of information security، عندي حاجه اسمها confidentiality، حاجه اسمها integrity، حاجه اسمها availability. confidentiality هنا بتتكلم على ايه؟ بتتكلم ان الداتا دي الناس الانوثرايز مش من حقهم ان هم ياكسسوا عليها، يعني دي الحاجات انت بتحطها في اعتبارك عشان لما تبقى تعمل سكيورتي على حاجه معينه. فانت اول حاجه بتاخد بالك منها الكونفيدنشال، الداتا دي مش من اي حد، مش من حق اي حد انوثرايز ان هو ياكسس تلك الداتا. تمام، طب الانتجريتي، والله ممكن يبقى حد ليه بريفليج ان هو يعمل اوثرايز او ياكسس الداتا دي بس مش من حقه ان هو ايه ها يتشينج او يموديفاي او يعمل اي حاجه فيها. ان اوثرايز مش من حقه ان هو يعمل ايه تشينج. طب افيلابيلتي ان انت من حقك تضمن سلامه الداتا دي ان ما تقعش، يعني عندك سيرفس مثلا شغال، عندك مثلا ويب سيرفر شغال، فانا ممكن في الهاكينج ممكن اعمل حاجه اسمها دينايل اوف سيرفس ان انا اوقع السيرفس دي فبالتالي ما حدش يقدر يشتغل عليها، دي اسمها افيلابيلتي ان انا اضمن ان السيرفر ده ما حدش وقعه والسيرفس دي ما تقعش خلاص. في نفس الوقت اضمن ان الناس الاوثرايزد هم اللي من حقهم ان هم يعملوا ايه اكسس. طيب هنا بقى بيقول لك ايه، يعني انت عندك هنا في حاجه اسمها سكيورتي، حاجه اسمها يوزابيلتي، حاجه اسمها فانكشناليتي. طب الثلاثه دول معناهم ايه؟ السكيورتي حمايه، يوزابيلتي اللي هي ايه يعني تقدر تقول عليها بيرفورمانس او سهوله الاستخدام، الفانكشناليتي اللي وظيفه الحاجه دي بتشتغل بكفاءه ولا لا. فبيقول لك والله يعني موف الكوره دي لاي حاجه، دول ثلاث سوي اليمنت عندك لازم
لازم يعني لو انت عليت في حاجه الاثنين التانيين هيقلوا. يعني لو عليت السكيورتي خلاص اكيد طبعا البرفورمانس او اليوزابيلتي هتبقى اقل، والفانكشناليتي طبعا هتتاثر بالبرفورمانس وبالسكيورتي فبالتالي هتبقى قليله. فانت بيقول لك هنا انت لازم هتعوض، يعني هتستخدم حاجه اقوى من التانيين. يعني هتيجي هتحط الكوره فين؟ سكيورتي ولا فانكشناليتي؟ انت عاوز بيرفورمانس ولا عاوز وظيفه عاليه جدا تشتغل بيها يعني سيرفيس قويه جدا، ولا عاوز سكيورتي؟ ايهما افضل ليك انت كمؤسسه؟ انا عن نفسي طبعا انت راجل بتدرس السكيورتي دلوقتي، يفضل ايه؟ السكيورتي. طيب والله الهاكر بيعمل ايه؟ طبعا كلنا عارفين الهاكر بيعمل ايه، مش مستاهل نتكلم فيها. طيب انواع الهاكر مين؟ يعني الهاكر كلاسز، والله في حاجه اسمها بلاك هيد وفي وايت هيد وفي سوسايد هاكر وفي ايه الجراي هيد. بلاك هيد ده راجل كل دماغه كلها ان هو عاوز يعمل ايه؟ هاكينج. ده راجل شوية على طول يفهمها كده خلاص. لكن الوايت هات ده راجل بيحمي الشركة بتاعته او بيحمي داتا حد معينة من واحد زي ايه؟ واحد زي البلاك هيد. وغالبا البلاك هيد بقى واحد مبتدئ في الهاكر عموما، بيعمل عاوز يجست وعاوز يثبت نفسه ان هو قوي وكده يعني. طيب عندي الجراي هيد دوت اللي هو واحد ما بين الاثنين، بيقول لك هنا اوفنسيفلي اند ايه ديفنسيفلي، يعني راجل بيهاك هاكينج سيرف او واقف يعني بيفهم ده ويفهم ده، يا يعني اما يعمل ده او يعمل ده، يعني فاهم في الاثنين تمام. طيب سوسايد هاكرز دوت واحد عنده خبره جامده جدا وقاعد ما بيعملش حاجه خالص. فانا يعني افضلك ان انت تكون وايت هات او تكون جراي هات. طيب هو انا دلوقتي كراجل هاكر وعاوز هاك على حاجه معينه من اي نوع من اللي هنتكلم عليهم دلوقتي، هعمل ايه؟ قال لك اول حاجه بتعمل ريكونيسانس. يعني ايه ريكونيسانس؟ ريكونيسانس يعني انت هتبدا دلوقتي تتحسس، استطلاع اسمها استطلاع. هبدا استطلع مين الراجل دوت، اجيب معلومات عنه، اجيب عنه كل حاجه، اسم الشركه، اسم كذا، اسم الويب سايت، والله الدومين نيم ايه، الاي بي ادرس بتاعهم ايه، الشركه موجوده فين، كل الكلام ده اسمه ريكونيسانس. بس تطلع عن كل حاجه تمام. الحاجه اللي انت بتهيالك اللي ممكن ما تفيدش، لا هتفيد طبعا. ممكن تعرف الفراش اللي شغال في الشركه ده اسمه ايه، هتفرق معاك، تقول لي هتفرق معاك في ايه؟ اقول لك حاجه، في مثلا انت ممكن تحط جهاز جوه اكسس بوينت معين يعمل لك سنيفر لكل حاجه، مين اللي هيحطه لك؟ انت ممنوع تخش جوه، بس الراجل اللي مش ممنوع يخش واحد زي الفراش هو دخل جوه. حاجه زي السكاننج بعد كده، بعد ما يعمل ريكونيسانس بيبدا يعمل سكاننج. ايه سكاننج؟ يبدا بقى ياخد السيرفر دوت اللي واقف الاي بي بتاعه، يبدا يعمل ايه سكان السيرفر ده، البوتات اللي فيه مفتوحه ايه، النتورك كفاءتها ايه، ايه السيرفيس اللي شغاله في النتورك، والله ايه السيرفيس اللي فيها ميس كونفيجريشن، كل حاجه بيبدا يشوفها خلاص. كل دي انفورميشن، الحاجات دي كلها بيسموها فوت برينتنج في السكاننج والريكونسنس والكلام ده كله اسمه فوت برينتنج. بلم معلومات عن التارجت بتاعي. بعد كده الجيننج اكسس، طبعا في الجيننج اكسس بنبدا نتكلم بقى في انواع كتير جدا من الهاكر، سيستم هاك، ويب هاك، ويب ابلكيشن هاك، دي او اس، دينايل اوف سيرفيس، حاجات كتير جدا من انواع الهاكينج. بعد كده مينتيننج اكسس، انا بعد ما عملت جيننج اكسس ودخلت على الراجل دوت، من حقي ان انا اضمن ان انا لو حبيت ادخل تاني ابدا ادخل، اعمل ايه بقى؟ اعمل مثلا احط باك دور، احط تروجن، فكل دوت اسمها مينتيننج اكسس، احط باك دوريه. انا قعدت مثلا 20 يوم عشان ابدا اعمل جينينج اكسس وابدا اكسس ودخلت خلاص، فانا عشان ابدا اكسس عليه تاني لازم اقعد 20 يوم؟ لا، ده انا ممكن احط باك دور وتوجن اخش عليه وانسى على طول. وبعد ما دخلت وظبطت الدنيا بتاعتي وخدت الداتا وعملت اللي انا عاوزه، ابدا اعمل ايه بقى؟ كليرنج تراكس، امسح بقى اللوج فايل او بلاش امسحها، اعدل فيها، بس ان ده ما اعرفش مين اللي دخل ودخل الساعه كام وعمل هاكينج امتى وكده. انا اعرف الناس عامل عليه هاكينج بس امتى ومن مين وكده والساعه كام، لا مش عاوز يعرف الكلام ده. ريكونسنس زي ما اتكلمنا، اول حاجه ان انا ببدا اعمل جيزرنج انفورميشن، اتاك 6 اي تو جيزرنج انفورميشن، بجيب انفورميشن اباوت ذا تارجت كل حاجه تمام. تفكيره ايه، كل حاجه بتتكلم عن السيستم بتاعه، النتورك عامله ازاي، مين هم الموظفين اللي شغالين، الاوبريشنز اللي بيشتغلوها، الاورجنايزيشن اسمها ايه، مين الكلاينت اللي شغالين جوه، كل حاجه بتجيبها عنه. طيب ده الريكونيسنس. الريكونيسنس في حاجتين منه، في يا اما باسيف يا اما اكتف، باسيف ريكونيسنس او اكتف ريكونيسنس. طيب الباسيف دوت عباره عن ايه؟ يقول لك الباسيف ريكونيسنس ده راجل بيلم انفورميشن ويز اوت دايركتوري ايه،
يعني من الاخر كده الراجل ده بيستخدم بيبدا يعمل سيرش، بيستخدم تولز معينه، بيستخدم بيسيرش بيها. ده الباسيف، واحد قاعد مكانه بيستخدم تولز، ده باسيف. بيبدا يسيرش مثلا بابليك ريكورد او نيوز ريليز، اي كل حاجه بيجيب تولز يبدا يسيرش بيها يسكان بيها. لكن الاكتف ده راجل قاعد في وسط الناس بيتعامل معاهم، هم عارفينه وهم عارفينه وهو عارفهم وكده. فبيبدا بقى يشوف الناس دي شغاله ايه. يا جماعه انتوا مثلا اقول لك حاجه من ضمن الريكونيسنس، عارف مواقع الوظائف، انا ممكن ابقى شركه مثلا اقول ايه، والله انا شركه كذا عاوزين واحد يشتغل في لينكس وبيشتغل في يونكس ويشتغل في ويندوز ويشتغل مثلا في تي ام جي ويشتغل في ايزا ويشتغل في اكستشينج ويشتغل في شوب بوينت ويب ابلكيشن ويشتغل في مش عارف في بروجرام، يبقى انا فهمت الشركه دي بتشتغل ايه. فهمت ان هم عندهم تي ام جي، ما عندهمش بيكس فاول مثلا، فدي انفورميشن. والله اتصل يا جماعه انتوا عاوزين حد معين يشتغل، انا ممكن اروح اعمل انترفيو مع حد ومن خلال الانترفيو انا عرفت معلومات كتير قوي. انا ممكن اخش اشتغل في الشركه دي هيلب ديسك، مع ان انا راجل سيستم ادمن وبنتريشن تيستنج قوي جدا، ممكن اشتغل جواها هيلب ديسك بس بهدف ان انا الم انفورميشن، اعمل انفورميشن جاذرنج عن الشركه دي. تمام. سكاننج، والله بعمل حاجه اسمها ده مثلا بورت سكانر، اشوف ايه البورتات المفتوحه اللي ابدا اعمل منها ايه جين اكسس عشان اشوف البروبرتيز المفتوحه عنده. النتورك مابينج، شكل النتورك عنده عامله ازاي، عنده دي اتش اس بي فين، بيدي اي بيات كام، رينج اي بي ادريس عنده عامل ازاي، اكستراكت انفورميشن مثلا عنده كام بي سي، الاي بي ادريس، اليوزرز شغالين عنده مين، كل حاجه بتبدا تعرفها. يعني انا مش هينفع اكلمك عن السكاننج والريكونسنس لان دي حاجه انت اللي هتسيرش عليها وانت اللي هتجيبها، انا اقول لك بس والله يعني ايه سكاننج خلاص عرفنا، بس انت بقى تبدا تسكان. زي ما عاوز تلاقي معلومات عن حد معين ساكن في مكان، بتروح تعمل ايه؟ تروح تسال عنه، تعمل كل حاجه. جينينج اكسس، جينينج اكسس والله انا ببدا بقى استخدم بقى استغل الفرنابيتس اللي انا شفتها في السكاننج، واستغل ان السيستم ليفل بتاعه واشوف السيستم ليفل عامل ازاي. ضعيف، هبدا اتهاك عليه بالفرنابيتس المعينه. الابلكيشن ليفل، النتورك ليفل عامله ازاي، قويه ولا ضعيف، في ناب مثلا، في ناب سيرفر نتورك اكسس بروتكشن، في ايه بالظبط. والله ايه من انواع الهاكينج، اكزامبل انكلود بيقول لك مثلا ايه، اعمل باسورد كراكر عنده، بافر اوفر فيل، وحاجه اسمها دينايل اوف سيرفيس، سيشن هايجاكينج، حاجه اسمها سنيفرز، انواع كتير قوي من الهاك. مينتيننج اكسس، والله قال لك هنا يعني باختصار اتكلمنا عنها خلاص، انت تحط له باك دور او روت كيت او تروجنز او ما شابه، بحيث انت تبقى سهل عليك ان انت تعمل اكسس تاني. ال كفرنج تراكس اللي هي كلير تراكس، يعني اشيل لوك فايلز. طبعا لازم تبقى انت كراجل بتفهم لينكس، طبعا ده قلنا من الريكويرمنت بتاعت الكورس دوت. اشيل التراكس بقى، طب هو اللينكس او اليونكس او الويندوز او النوفيل او ما شابه، اللوك فايلز موجودين في نفس المكان؟ لا طبعا مش موجودين في نفس المكان خلاص. فانت لازم تبقى فاهم على الاقل الاسنشال في كل كورس. طيب تايب اوف اتاكس اول سيستم، اتاك السيستم، والله ممكن اقول لك اوبريتنج سيستم اتاك، ابلكيشن ليفل اتاك، حاجه اسمها شرينك واب وكود، ده خاص بالابلكيشن اتاك اصلا، حاجه اسمها ميس كونفيجريشن، الراجل ده حاطط كونفيجريشن مش قوي جدا فانت بالتالي تقدر تهاك عليه. تايب اوف اتاكس اون سيستم مثلا، يعني بعض الحاجات ممكن اقول لك عليها، حاجه اسمها سبوفنج بانواعه. سبوفنج يعني انت حاجه شخصيه، انت واخد اي بي ادرس فالناس بتكلمك على الاي بي ادرس ده، فانا راجل كراجل هاكر ممكن اخد الاي بي ادرس بتاعك انت حل شخصيته، فالناس لما تيجي تتكلم هتكلم الاي بي ادرس صح، بس هي هدف ان هي تكلم علي مثلا، فانت كراجل هاكر خلاص خدت الاي بي ادرس فالباك اب بتجي لك انت. او حاجه اسمها ار بويزنينج او ماك ادرس سبوفنج او ميل سبوفنج، انواع كتير. ريدايركشن اتاك، حاجه اسمها دوس او دينايل اوف سيرفيس او ديستريبيوشن دينايل اوف سيرفيس او باسورد جيسنج اتاك او بروت فورس او يعني انواع كتير قوي، باك دورز مثلا، مان ان ذا ميدل، الحاجات دي هنتكلم عنها طبيعي. اوبريتنج سيستم اتاك، انا هبدا استغل اشوف الفيرتس اللي موجوده في السيستم دوت وابدا اعمل جيننج اكسس عليها. طيب ابلكيشن ليفل اتاك، والله دي عاوز حد بروجرامر شويه خلاص. مثلا بعض الحاجات اللي ممكن نشوفها في الكورس دوت، فيشنج، ستيشن هايجاكينج، المان ان ذا ميدل، دي موضوع اصلا هنتكلم عنه، بافر اوفر فلو طبعا، الدينايل اوف سيرفيس،
سيكوال انجكشن، يعني بعض الحاجات دي محتاجه واحد بروجرام. قال لك ديفنس ان ديبس، انت تعمل ديفنس ازاي؟ قال لك والله انت عندك داتا هنا اهي، تمام، عندك داتا، الداتا دي عشان حد يشوفها لازم يعدي الاول على الابلكيشن، يعني ده كلاينت عاوز اكسس الداتا دي. قال لك والله انا حاطط بوليسي مش اي حد يأكسس الداتا دي، وبروسيجر معينه مش اي حد، بشروط معينه، جاي مثلا بالسيرتيفيكت، جاي بكذا، بانكربشن معينه وهكذا، وحاطط فيزيكال سكيورتي، الشيك لازم احط كلب بقى، واحط سكيورتي بقى، واحط فيزيكال سكيورتي، احط قفل على الاوضه، احط يعني اظبط الدنيا خلاص. البارامتر المكان ده مش من حق اي حد يأكسسه الا كمين السيستم ادمن او الراجل بتاع الهاكر او ما شابه، يعني الراجل اللي ليه اوثورتي اكسس المكان ده. الانترنال نتورك بتاعتك مش من اي حد حق ان هو يأكسس الانترنال نتورك، زي مين؟ ها عندك مثلا ويب سايت، عندك الكابلات بتاعتك لازم تبقى مستخبيه، مش لازم اي حد يقوم جاي يعمل حاجه معينه كده يقوم واخد مثلا كابل من السويتش يقوم يعمل هاكينج عليه او يعمل سنيفرز. او الاخطر بقى الوايرلس، لازم امن الوايرلس بتاعتي ده من ضمن الانترنال، او بعد كده الهوست، وبعد كده الايه الابلكيشن اللي هو من خلاله بدير الايه الداتا دي خلاص. سواء بقى بس باكسس اس ام تي بي، اتش تي تي بي، اف تي بي، وهكذا. يعني الهاكر بيعمل ايه؟ والله يعني اتكلمنا عليها خلاص. ده الايثيكال هاكر. الايثيكال هاكر يا جماعه بيعمل ايه؟ يعني الكورس ده اسمه سيرتيفايد ايثيكال هاكر، يعني هاكر اخلاقي. يعني ايه هاكر اخلاقي؟ في هاكر اخلاقي بيعمل ايه هاكر اخلاقي ده؟ والله انت بتشرح حاجه اسمها بنتريشن تيستنج، هو ده المراد من الكورس ده. بنتريشن تيستنج يعني راجل، يعني راجل فاهم الهاكينج كلها بانواعها بكل حاجه، فبروح شركه عندهم ويب وعندهم وايرلس وعندهم كل حاجه، فابدا بقى هاكر وايرلس، ولما هاكر وايرلس اطلع بقى الفلنربيلتيز في ويب وقت معين، انا عملت هاكينج على الوايرلس ده بشكل معين خلاص بتولز معينه. طب افرض حد استخدمها، طب ايه الديفنس؟ الويب دوت الثغرات اللي فيه كذا، وهكذا. كل حاجه موجوده في النتورك دي، النتورك حد يعمل سنيفر، اعمل ايه؟ احط حاجه اسمها اي بي سيك وكل الانواع دي، تمام. قال لك والله يعني السكيلز اوف ايثيكال هاكر لازم يبقى فاهم كل الكلام ده، البلاتفورم نولج، يعني على الاقل بيبقى فاهم لينكس ويونكس وويندوز وكده، يعني بيبقى راجل فاهم في الهاردوير وفي السوفت وير، نتورك نولج وفي السويتشات وفي الراوترات، سي سي ان اي يعني على الاقل، كمبيوتر اكسبيرت بيعرف يتعامل مع السوفت وير وكده، والتكنيكالز دومين بيفهم في مثلا دومين معين، يعني ايه مصطلح دومين؟ فاهم اكتف دايركتوري، يعني بيبقى فاهم سكيورتي، فاهم يعني ايه سيرتيفيكت، فاهم يعني ايه كل الانواع بتاعت السكيورتي عموما، سكيورتي نوليدج، عنده نوليدج للسيرتيفيكت للسوليد سكيورتي. يبقى فاهم، يقول لك ايه لغه الاتاكرز، يعني فاهم الاخر او الليتست هاكر، ليتست اتاك، فاهم اخر انواع الاتاكر عامله ازاي عشان يبدا يعمل ايه، يبدا يعمل هاك بيها. ما طبيعي ما دام في حاجه جديده لازم يبقى فاهمها، والا يبقى الراجل ده ولا حاجه. الفانربيلتي ريسيرش هنا معناها هو بيبدا يكلمك يقول لك تعالى نعمل ريسيرش، يعني نسيرش بقى على الفانربيلتيز الموجوده جوه مثلا ويب سايت معين او جوه حاجه معينه. انا بس هديك مثال دلوقتي، موقع مثلا زي دوت اسمه دي ان اس ستاف، هو حاجه اسمها هو از يعني مين ده، او اديني انفورميشن عنه. لو قلت له مثلا www.te.data.net عاوز اعرف مين تي اي داتا، موقع فده من نوع الفود برينتنج، يعني الكلام ده هنتكلم عليه طبعا ان ديتيلز، بس انا بديك مثال يعني ايه فود برينتنج، ويعني ايه اعمل ريسيرش على فولنربيلتيز معينه. ويب سايت، والله الديتس الريجستر مع جودادي، متسجل مع جودادي، الدي ان اس سيرفرز بتاعهم اهو هيتعمل اكسباير، اخر ابديت عندهم 13 مش عارف ابريل 2011، اكسبيرنس هيتعمل اكسباير يوم 28 جنيو 2012، ده الهوستنج بتاعهم. ده موقع مش حاطين حاجه خالص عنهم، الويب سايت يكفي، يعني مش حاطين لك اي انفورميشن تستغلها. تعال نشوف سايت تاني، مثلا www.rsala جمعيه rsala.org،
والله اتعمل سنة 2000، اسم الدومين رسالة دوت اورج، الاي دي الدومين اي دي بتاعه اهو متسجل على جودادي، هيتعمل له اكسباير يوم 13 ديسمبر 2012. تمام. صاحب الموقع اللي اشتراه وكده اسمه دكتور شريف عبد العظيم، اللي هو اصلا صاحب جمعية رسالة. موجود فين؟ منسي ياسين ده في فيصل. خلاص جيزة. انفورميشن تليفون، والله لو في فاكس حاطه. حاجة ايه تاني مثلا؟ هي الادمن نيم اسمها رسالة مثلا، جمعية رسالة، والله مثلا قال لك ادمن ستريت، الادمن قاعد في المهندسين في القاهرة، تليفون معين ليه، انفورميشن حاططها بحيث ان انا ممكن اجيب انفورميشن عن اي حد من المكان ده. تمام. اي انفورميشن كتير جدا، ده مش سكاننج، ده انا بلم ايه، حاجه اسمها انفورميشن جاذرنج، بلم انفورميشن عن المكان ده. طبعا ده كل الانفورميشن دي كانت طالعه بره، بتبقى خطر شويه. تمام. يبقى ده الفرنابيرتس ريسيرش. شوف طبعا داخل في السكاني وداخل في حاجات تانية كتير، فما اقدرش اكلمك عليه كده مره واحده يعني. الميجورز اللي جايه عندنا بقى، عندنا الفود براندنج وعندنا السكاننج، الاثنين دول مع بعض ميجور واحد يعني، ما تقوليش ده ميديو وده ميديو، لا الاثنين دول مع بعض ميديو واحد، لان انا كده كده من خلال الفود براندنج بعمل سكاننج طبيعي. تمام. اعتقد كده يعني انتروداكشن بسيطه جدا عن السلايدز وبتتكلم في ايه. ثانك يو فور يور اتنشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.